هاني، هاني بتاعنا بقى، هاني اللي بيضحك الظريف اللطيف اللي ابوه دم خفيف اللي الناس مش متعوده عليه بقى يشوفوه، متعودين يشوفوه دايما رسمي وهادي وملتزم. ده مش معناه ان خفه دمك ده تمنع التزامك و... لا طبعاً. وبرستيجك، طبعاً لان لا. ده جمهور ولازم تكون أكيد. بس انا بقى بتكلم مع هاني، هاني اخويا بقى. طبعا طبعا يا فيفي. قول لي بقى، اشمعنى انت الوحيد اللي ما طلعش عليك الله اكبر، يعني الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما طلعش عليك اشاعات يعني بالنسبه للمطربين؟ هنبتدي على طول كده من اولها كده، على طول من اولها، من اول القصيده اولها كده في ما عامل ايه؟ محيرني السؤال ده. هو طبعا اكيد يعني التزام الفنان الى حد كبير، واحترامه لجمهوره واحترامه لنفسه واحترامه لبيته اكيد بيقلل كتير طبعا الكلام في اي مواضيع اكيد، يعني لان انا فعلا مركز في شغلي قوي، مركز في فني قوي، مركز في حياتي بشكل كبير جدا جدا. ما انت بيتي بالظبط بالظبط، ده من قبل ما اتجوز حتى، وانا انت راجل اسري، من قبل ما اتجوز وانا بحب البيت، يعني يعني من اسعد اوقات حياتي انا لما احس ان انا قاعد ممكن اقرا حاجه عايز اقراها، اعزف عود، اعزف بيانو، اسمع مزيكا، اتفرج على التلفزيون، يعني فعلا بحب ده. بتحب ده؟ ف يعني طب. لما اتجوزت بقى خلاص اتجوزت وقعدت في البيت بقى، يعني بتحب ده وقعد في البيت. طب والانتيكات بقى اللي بتنزل تلف إلا عليها؟ الا الانتيكات ده موضوع تاني. قول لي ايه موضوع الانتيكات دي؟ لا دي هوايه انا يعني بقالي يمكن بتاع 7-8 سنين شغلاني جدا جدا حقيقي. شغلك؟ اكيد يعني بتدبس في بعض حاجات. اكيد اكيد طبعا، لكن انا كمان بحب اتفرج والله يا فيفي، يعني حتى لو ما اشتريتش انزل امتع عينيا كده اتفرج على الحاجات اللي موجوده، لو في التجار بيجيبوا حاجات جديده من وقت يعني من جنون الفنون. والله يعني هو طبعا هي هوايه. لا انا ما بحضرش مزادات، انا ماليش في المزادات خالص. لا امال بتروح؟ لكن انزل اتفرج على محلات الانتيك اللي موجوده في وسط البلد، في الزمالك، في كده انزل اتفرج. شوف ايه اللي جه جديد بالظبط كده، مجرد الفرجه نفسها بالنسبه لي بتمتعني جدا جدا. يا نهار ابيض، زي الفرجه على العربيات، مش بالضروره كل العربيات لازم اكون ركبتها، لكن انا لو قاعد قدام كتاب مثلا. بس برضه بتحب العربيات جدا عشان انت جبت سيره العربيات جدا كمان. شفتي طب بقى طب ايه موضوع العربيات كمان بقى؟ طب ايه ده؟ ده برضه من هواياتي اللي بموت شايفين فيها. شايفين يا جمهور هاني شاكر بيحب العربيات وبيحب الانتيكات. وتحب ايه تاني؟ بحب الرياضه جدا. بحب الرياضه جدا جدا، بمارس الرياضه اوقات كتير قوي قوي لما يبقى عندي وقت فراغ ما عنديش شغل. بتمارس؟ احب العب كوره، بحب السباحه، واحب العب سكواش وتنس وبينج بونج كده يعني. جميل، رياضه. جميل، الرياضه جميله جدا جدا طبعًا. والله يا فيفي فعلا يعني قوي جدا قوي قوي. طبعا. فدي تقريبا هواياتي، يعني انا بعتبر برضو حتى حبي للعربيات والانتيك ده من ضمن الهوايات اللي يمكن. بتشتري بقى يا هاني وتدبس مثلا في اسعار وترجع؟ والله لا الحمد لله، يعني ما حدش بيتعلم ببلاش يا فيفي. اتعلمت بقى في 7 سنين بالظبط كده، شويه ابتديت اكتسب الخبره وعيني تفرق بين الحاجه الحلوه والحاجه اللي نص ونص، واقدر اقيم شويه يعني السعر اذا كان ده غالي او رخيص او كده. الواحد بيتعلم. بتحب ايه بالظبط في الانتيكات؟ كل حاجه كل حاجه كل يعني حاجة. يعني مش بس فازات، مش بس فرش، كل حاجه. يعني بحس فعلا ان ده عصر. طب ولو لقيت ست انتيكه؟ والله يا ريت. بصراحة اللي ناقص ست انتيكه، ان يجيلك ست انتيكه دي اللي ناقصه. ما هم كمان بيحبوا بتوع المزادات، لا حتى الشابوه. ايوه ونازله الصبح برضو مواضيع غاويه قوي. لا بس انت عارفه انا يمكن انت ملتزم بسبب المزادات دي. بالظبط. ما عنديش وقت لحاجه ثانيه. لا انا بقصد لا بس انا ما غاويتش موضوع المزادات ده صحيح. ما لقيتش نفسي فيه، لكن الفرجه اللي انزل اتفرج عليها. يا بخت نهله، يا بخت نهله. هي كمان على فكره ان جوزها بيحب الانتيكات. أيوة. بيحب العربيات. ايوه ملوش دعوه بالستات. الانتيكات. ايوه. لا هي نهله كمان غاويه قوي زي الموضوع ده كمان. يعني احنا الاثنين متفقين في حته حب الانتيكات دي. بتنزلوا يعني مع بعض؟ بنلاقي هوايتنا مشتركه مع بعض احنا الاثنين. طب دي حاجه جميله دي. مع الوقت بيتهيالي بالظبط كده. اصل ممكن انا احب حاجه وهي ما تحبهاش. بالظبط، وارد قوي. طب هي هوايتها ايه تاني غير كده؟ هي هوايتها غير الشيره بقى.
بتحب تتفرج على الفاشن او الملابس وقناه فاشن؟ بتتفرج على الموديلات؟ بتتفرج بس ولا بتشتري بقى؟ لا وبتشتري طبعا. وبتشتري طبعا. لكن الفرجه بالنسبه لها مهمه يعني. قوي. يعني زي ما انا بحب العربيات مش بالضروره كل يوم اشتري عربيه. لكن هي كمان بالنسبه لها بتحب قوي الفاشن قوي. مين بينقل هاني شاكر لبسه؟ انا. انت بتنقل؟ انا. طب وهالة؟ نهلة. نهلة ساعات باخد رأيها ولو معايا، لكن اوقات كتير انا اللي بنزل اجيب حاجتي بنفسي. بس انا بسمع ان هي يعني مش بسمع، متأكدة ان هي دراعك اليمين. لا هي ذوقها جميل مش بس في اللبس على فكرة، يعني في الاغاني نهلة كمان ذوقها بتسمع حلو قوي قوي. بتاخد برأيها في الاغاني؟ الى حد كبير طبعا، ليه لأ، ورأي دينا وشريف كمان. طب غنت لها ايه من الاغاني اللي انت غنيتها من يوم ما اتجوزتها؟ والله انا 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 تعب دماغها من يعني من ساعه ما اتجوزت. ايوه تعب دماغها. هي بتسمع الاغاني على طول اول باول، اول واحده بتسمعها. لا اختيارك ليها هي للاغاني ولا هي تكون عشانها حاجه عشان نهله يعني؟ لنهله. لا في حاجات كتير حلوه انت عايزاني انا اهديها حاجه مثلا، انت يعني تكون حسيت عشان خاطرها عملتها يعني. والله هقول لك حاجه، يعني في اغاني يمكن انا كنت ملقلق منها شويه اول ما سمعتها، زي مثلا لو بتحب حقيقي صحيح. ياه. لان كان فيها كلام في الاول يعني كلام عنيف قوي، يعني راجل لو قاله هيبقى صعب شويه هي، فده يمكن كان اللي مخوفني من الكلام. فاما قعدت مع حسن ابو السعود ومجدي النجار ونهله ودينا وشريف قالوا لي الغنوه دي يا بابا اوعى تسيبها، ونهلة قالت لي الغنوة دي فعلا حلوة قوي، لكن لو ليك اي ملاحظات على الكلام يتغير، لكن اوعى تفكر انك انت ما تغنيهاش. فبقول لك هم فعلا ذوقهم حلو التلاتة. وقعدت مع مجدي النجار غيرنا شوية في الكلام وتغنت وبقت من العلامات الفنية الحمد لله. طبعا طبعا اللي عملتها. طب ما تسمعنا حتى منها بقى. حاضر يا هاني، يعني شوقتنا. حاضر. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي في بريء، وتسيب قلبي لوحده غريق في الطيار. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي في بريء، وتسيب قلبي لوحده غريق في الطيار. الله يعني الله 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 عليك. بمناسبه اغانيك بقى، على فكره انا حصل لي حته موقف جميل جدا وما انساهوش خالص، لاني حسيت ان روحي رجعت لي. كنت انا متجوزه واحد وكنت بحبه وسبته عشان الغيره. فلما مره قابلني في اشاره فلقيته بيقول لي ممكن تسمع الكاسيت ده، فدورت لقيت نسيانك صعب اكيد. الله. جميله قوي. حسستني ان انا ايه يعني نسياني صعب اكيد. طبعا يعني ده بقى والنبي سمعها لي يا هاني. حاضر. عشان اسمعها حاله. هي من الاغاني الجميله انا بحبها قوي 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 قوي. نسيانك صعب اكيد تيرا، ملوش غير حل وحيد تيرا. نسيانك صعب اكيد تيرا، ملوش غير حل وحيد تيرا. أبدأ من تاني حياتي وأصادف حب جديد تيرارا، ولو إن الحب التاني مش حيرجعني زماني، ولو إن الحب التاني مش حيرجعني زماني، ولا حيعوض حرماني.
اللي في حبك بيزيد، لكن طول ما انت في بالي صورتك دايما في خيالي، نسيانك صعب اكيد، تيرانا نسيانك صعب اكيد، نسيانك صعب اكيد. الله 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 يا هاني. كل ده جميل يا هاني. بقى نرجع تاني لجنون الفنان بقى. قوليلي. كل فنان ليه لسع كده يعني، او يعني في حاجه. هو الفنون جنون زي ما بيقولوا. الفنون جنون. هاني فين بقى هنا؟ ما انا بقول لك، انا بعتبر مثلا حبي قوي للعربيات، حبي قوي طبعا للانتيكات في الفتره الاخيره، من الحاجات اللي ما اقدرش اقول عليها جنون، لكن هي فعلا شدتني قوي قوي. يعني انا من زمان بموت في حاجه اسمها عربيه، يعني وبعملها على انها حاجه ممكن تكون يعني حاسه باللي بيسوقها، وساعات اكلمها للعربيه. للعربيه والله يعني. بس دي هواياتي. ده الجنون. ده هواياتي يعني. بالظبط. لكن يعني انا عاوزه الحته بقى المجنونه في هاني يعني كفنان. لا شوفي، هقول لك حاجه يا فيفي، يعني هو طبعا يمكن الفنان دايما بيبقى في حاله قلق. بالظبط. ولما بيبقى قلقان ممكن فعلا بتبقى اعصابه شويه مشدوده، وده قدرنا كلنا كفنانين. بالزبط. فعلا الواحد بيبقى على اعصابه دايما، بتحس الفنان حساس حبه، وحساسيته دي ممكن تخليه عصبي شويه. برضو تقدري تقولي ده من ضمن تكوين شخصيه تاني في البيت. يمكن مع الناس انا ببقى حاجه تانية خالص، لكن ببقى واخد راحتي قوي وببقى على طبيعتي اكتر في البيت. أكيد. فهم بيبقوا حاسين شويه قد ايه ممكن انا ببقى اعصابي مشدوده حبه، او متضايق شويه لو انا بحضر في شغل جديد. وفاهمه ازاي؟ قدروا ده خلاص يعني. يعني الولاد ونهله وكده في البيت بقوا خلاص متاقلمين معايا، فتقدري تقولي انا حته العصبيه شويه دي ما بتظهرش الا بس في البيت، بقدر اعمل عليها كنترول بره كويس جدا جدا. فده برضو من ضمن حته الجنان شويه، الفنون جنون شويه دي، العصبي اللي الواحد بيبقى فيه. طب هل انت امتداد لعبد الحليم؟ معجبين عبد الحليم كانوا زي ما مجانين عليه، معجبين هاني فين؟ لا بصي هقول لك حاجه يا فيفي، هو طبعا ما فيش حد امتداد لحد. يعني انا وجهه نظري ان كل فنان بيبقى له عرشه الخاص بيه ومكانته الفنية. مش عايزه كلام. احنا بنتكلم يعني 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 عرش عبد الحليم ما زال فيه عبد الحليم حافظ بفنه. يعني هو طبعا مش موجود في عالمنا بقاله فتره طويله، لكن بس موجود باغانيه. بالظبط، اغانيه وافلامه وفنه موجود. هاني نفس الحكايه برضو، هاني له برضو عرش الخاص. انا شفتك بره. انا حضرت لك حفله بره. بالزبط. شفت التوانسه ميتين ازاي عشانك. انا يعني لو حضرت في تونس انا يعني بصراحه ما شاء الله الله اكبر، يعني فرحت جدا لوجودك انت ك يعني عالم من اعلام مصر المشرفه. فانا بالنسبه لي ده مش يعني انا عايزه اكلم الناس، الجمهور اللي قاعد في البيت دلوقتي بيتفرج علينا. لكن انا بالنسبه لهاني شهادتي هتبقى، لان ده شفته بنفسي. ربنا يخليك. يعني بقول ان ليك معجبين، مش عايزه كلام. وانت منين؟ وبعدين انت كرمت في تونس. طبعا طبعا. لا يعني انا عايز اقول الحمد لله، فعلا الواحد بيقدر يثبت وجوده مش بس في مصر، وفي البلاد العربيه طبعا. مش عايزة واحنا كلام. في وقت صعب والله يا فيفي. يعني انا عايز اقول التميز النهارده والنجاح النهارده اصعب كتير من الاول، عشان الواحد يقدر يتميز ويتفرد ويبقى فنان ناجح على الساحه الفنيه النهارده، دي من اصعب ما يمكن. ما انت يعني انت بصراحه مميز عن اي حد. الحمد موجود لله. يعني الحمد يعني لله. الناس تقول يعني يتكلموا، لكن يجي عنده هاني شاكر بقى. بالظبط. يعني والحمد لله ان انت شفتي بره. يعني انت فعلا وحفلات كتير مثلا لو في جرش، في الاردن، في سوريا، في فلسطين. انا بقول اللي شفته طبعا. مش عايز. بالظبط. في المغرب، في الجزائر، في تونس. يعني الحمد لله حقيقي الفن المصري شيء يفرح ان قد كده الجمهور انت ده. انت كمان شيء بيقدر. انت شيء ربنا يخليك بجد. ربنا والله يخليك يا فيفي. يعني انت فعلا كفنان، مش عايزه كلام ان انا اتكلم عنك، لكن يخليك. انا عايزه اقول ان المعجبين في كل حته. لكن ما قابلكش بقى صدفه.
لا هو انا بس عايز اعلق على حاجه كده فيفي بعد اذنك، علشان برضو انت بتقولي معجبين عبد الحليم. انا بقول ان انا في صفه او في عامل مشترك بيني وبين جمهور عبد الحليم حافظ، ده برضو من 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 ضمن الحاجات اللي مخلياني الحمد لله ابقى ناجح بالشكل ده في العصر اللي احنا فيه، ان انا وجمهور عبد الحليم مشتركين في حب عبد الحليم حافظ نفسه. الله الله، واخد بالك ازاي؟ يعني فعلا الجمهور حس قد ايه عبد الحليم حافظ بالنسبه لي حاجه كبيره، قد ايه عبد الحليم حافظ انا بعتبره هو مثلي الاعلى في الفن. اكيد. فاللي بيحب عبد الحليم حافظ ثقي تماما انه النهارده بقى بيحب هاني شاكر بالمراسله زي ما بيقولوا بالظبط، يعني حاسين ان انا وهم بنحب حاجه واحده. صحيح عبد الحليم حربك؟ بصي هقول لك حاجه، هو طبعا ما في الشك انه يعني كان في مشاكل كتير اتقالت في بدايه حياتي الفنيه معاه. أيوة. حقيقه. ايوه، انا بصراحه ما شفتش كل كان الكلام اللي بيتقال ده بيتقال على صفحات الجرايد كلام بمنتهى الامانه. كلام يوصله عن لساني انا والموجي الله يرحمه، وكلام يوصلنا على لسان عبد الحليم الله يرحمه ليا وللموجي على صفحات الجرايد. وممكن تكون الصحافة فعلا في الوقت ده أخذت الموضوع على إنه يعني مباراة في الـ في الـ في الحوار وبيحموا الساحة الفنية، لكن صدقيني أنا عبد الحليم حافظ وما زال فعلا الفنان اللي أنا بموت في فنه وبعشق فنه. ولكن ده كفاية إن بس إن يبقى في وجه المقارنة بين عبد الحليم وبين هاني شاكر وانت في البدايات واللي ربنا يعني ساعدني فيه وانا حسيت ان ربنا راضي عني فيه بجد والله يا فيفي، انه قبل عبد الحليم حافظ ما يموت انا ربنا يعني اكرمني بان انا يحصل لقاء بيني وبينه، وكان جاي يسمعني في احد الحفلات وحصل لقاء بيني وبينه قبل ما اطلع اغني وشرحت له وجهه نظري انا بمنتهى الصراحه هو ايه بالنسبه لي وانا بعتز بيه ازاي، والموجي الله يرحمه كمان بيعتز بيه ازاي، وما كانش في باله ابدا لان اتقال كتير كلام ان الموجي مطلع هاني شاكر عشان يحارب عبد الحليم حافظ. ده الكلام اللي اتقال. دي بدايه المواضيع المشكله بالظبط. فانا قلت له طبعا ما كانش طبعا في دماغي الاستاذ الموجي خالص حته الحرب دي. هو الاستاذ الموجي معروف ان هو صاحب مدرسه فنيه مكتشف للاصوات، وان انا بعشق حاجه اسمها عبد الحليم حافظ وحبيت الغنى من خلال صوته. فيعني حسيت انه فعلا كلامي ده زي ما خرج من قلبي دخل لقلب عبد الحليم. طب هل هاني شاكر بيحارب؟ لا لا خالص، ما تقدرش تحارب لا لا عن لا 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 عن فنك. وحتى لو يعني عايز اقول لك حاجه، وحتى لو اقدر ما اعملش لا، لكن انا ممكن ادافع عن فني بفن جميل بالظبط كده، لكن مش ممكن اذي فنان. لو احس ان انا ممكن يكون في مصلحه لفنان حاسس حتى انه ممكن يكون بيمثل عليا خطوره، مش ممكن أأذيه، مش ممكن أقطع عيشه في الشغل، مش ممكن أشوه صورته بإشاعة، يعني الكلام الفارغ اللي ساعات كتير بنسمعه. أنا يعني الحتة دي مرفوضة عندي تماما. طب مين لأن أنا بعامل ربنا سبحانه وتعالى قبل أي حد ونعم تاني ونعم بالله قبل أي حد تاني. مين يصير هاني شاكر؟ هتصدقيني لو أقولك ولا حاجة خالص. أنا بقول خالص يعني أنا بقول زي يعني أي إشاعة أي إشاعة أي رأي حتى ما يريحنيش يا فيفي، انا مش هقدر امشي كل الناس زي ما انا عايز على مزاجك. لا ممكن. مش ممكن. فخلاص هو له وجهه نظره. طب ممكن تغير من حد؟ هتصدقيني لو اقول لك لا برضه، يعني انا حته الغيره الفنيه ممكن ما انا بتكلم عن غيره فنيه، مش الغيره اللي هي لا بتكلم غيره فنيه، انا قاعد اقعد في ضوافري قاعد بقى ادي عليه طول الليل يا رب يا رب يا رب ده كده تبقى حقد مش غيرة مش بقى. الكلام ده لا لكن انا اغير فنيا لو تكرس عليه السيدة ممكن دي من ضمن الحاجات المتجربة لا مفيش خالص والله الكلام ده نهائي. طب الغيرة الفنية؟ الغيرة الفنية طبعا لما الاقي اي حد عامل غنوة حلوة. طب مين عامل غنوة حلوة كنت نفسك؟ لا في كتير الفترة الاخيرة يعني عايز اكمل لك، بس انه فعلا الواحد ساعتها يتمنى انه يعمل غنوه زي دي واتمنى التوفيق والنجاح للي عملها. في اغاني كتير في حاجات حلوه قوي كنت اتمنى ان انا اغنيها. في قارئه فنجان مثلا كان لعبد الحليم حافظ كنت احب قوي ان اغنيها قوي. موعود من الاغاني اللي بحبها جدا اغاني الحفلات.
في اغاني كتير، الحب الحقيقي مثلا لمحمد فؤاد من الاغاني الحلوه قوي قوي اللي عاملها محمد في الفتره الاخيره وعايشه لحد النهارده. مين تاني؟ كتير يعني، لو يعني لو هفتكر حاجه هقول لك. ففي اغاني حلوه كتير الواحد يفرح للي عاملها ويتمنى لهم النجاح. الكاتب نزار قباني او شعر يعني. بصي يعني انا مش عايز اعمل شعر لمجرد بس انه يعني النهارده بقت الموضه الاغاني اللي باللغه العربيه او الدويتوهات مثلا. في دويتوهات كتير فنيه الفتره الاخيره. ما فكرتش تعمل دويتو؟ والله برضو لا، يعني لما الاقي فكره حلوه يا فيفي، لما الاقي فكره دويتو يعني ممكن تعمل مع اصاله، مع ممكن مع انغام ممكن ناديه مصطفى، في اصوات جميله كتير. اللي باباها برضو فنان غدا راجب طبعا، في اصوات جميله كتير، اصوات جميله جدا مصريه يعني. بس لما الواحد يلاقي يعني عارفه، ما انا برضو مش هسعى اقول انا عايز اعمل دويتو اقوم اكلفت اي عمل وخلاص، لا لو لازم بالظبط الاقي عمل حلو يشجعني. واكيد كمان الطرف الاخر لما هيلاقي عمل حلو هو كمان هيتشجعه ونعمل دويتو. هاني، انت فيلم السينما، فيلم يتيم، لا هذا اريد وهذا احبه، هذا احبه وهذا اريده. لا، وكان في فيلمين قبلي كمان، فيلمين قبلي بس كان كلهم في ظرف 3 سنين يمكن تقريبا. انا فعلا بقالي فتره طويله قوي بعيد عن السينما، يعني ثلاث افلام في حياه هاني شاكر. طب ده مش تفتكر ده صعب قوي؟ طبعا، هو يمكن انا ما كنتش متشجع قوي لفكره السينما السنين اللي فاتت دي، لان يمكن السينما كمان كانت بعيده عن الفيلم الغنائي شويه بقالها فتره طويله. لكن مؤخرا يعني بيني وبينك لقيت عندي الاستعداد، يعني لو لقيت فعلا فكره حلوه وموضوع حلو يرجعني للسينما تاني ما عنديش مانع ابدا. ولا تفتكر الفيديو كليب يعني عوضك؟ لا والله، ممكن طبعا يكون شويه الفيديو كليب عوض الواحد حبه عن السينما، لان هو عباره عن فيلم صغير في مده 5 دقائق او 6 دقائق. لكن السينما لها سحر بس تاني. بس لها سحر تاني طبعا، يعني فيلم رومانسي والناس بقت رجعت رومانسيه تاني. بالظبط، ما عشان كده بقول لك كيف يعني فعلا يمكن السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول الجمهور حقيقي بقى عنده استعداد للفيلم الغنائي، للفيلم الرومانسي الحلو. والله يعني انا يعني ما عنديش مانع. قول يعني انك عاوز يعني كلف كاتب يكتب. لكن انا خبرتي بصراحه في مجال السينما يعني معرفش مين اللي ممكن. حرام، ثلاث افلام في تاريخك. قليلين قوي. ده الرصيد اللي بيبقى قليلين. بالظبط كده، بالظبط كده. لكن هي كمان بيني وبينك يا سلاح ذو حدين، يعني لو الفيلم مش مدروس 100% ومعمول حساب كل حاجه فيه ممكن ياخد أكيد من رصيد أكيد الفنان أكيد عند الناس. اكيد بقى عندك خبره بقى دلوقتي انك انت كافيه. بالظبط، انك تقدر تنقي صح وتختار صح ويكون الاختيار مظبوط ونعمل حاجه. والاغاني طبعا تتحط صح. بالظبط، يعني بتهيألي الخبره دلوقتي. يا رب يا رب ان شاء الله يا فيفي باذن الله. انا عارفه ان انت بتشجع المؤلفين والملحنين. طبعا الشبان. طبعا طبعا، ده نوع من التجديد ولا نوع من التجديد ولا بنوفر وتغيير؟ لا والله، لا 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 بالعكس خالص، ما فيهاش توفير. لا اكيد لا، ما كله كله مكلف، كله مكلف اكيد. وما فيش حد يعني يستخسر في فنه يا فيفي ويستمر. لا بالظبط، ما مش معقول اجي لك انا عايز اطمن برضو الجمهور، لان انا في كلام بيتقال كده ساعات. وبعدين عايز اقول حاجه، ولما الفنان ما يتعاملش مع مؤلفين جداد وملحنين جداد يقول لك ده بصي ده ما بيشجعش المواهب الجديده. بالظبط، يعني مش عارف افتح الشباك ولا سد الشباك. طب ما ايه رايك نمسمره وخلاص. فهو انا شايف الصح ان لازم الواحد من وقت للتاني يجدد دمه الفني يعني تمسك العصا من النص. لكن ان انا امنع خالص التعامل معاهم ليه؟ لا، وبعدين ما بقاش حد رخيص النهارده، ما بقاش حد ما بياخدش فلوس، يعني انت كده كده مكلفة. ومين النهاردة بيغامر باسمه الفني عشان يوفر شوية ولا يعني ده ما حدش بيفكر كده خالص خالص. طب نفسي اسألك سؤال. قوليلي. ما فكرتش تربي شنبك؟ لا، انا مرة طلعت في غنوة عادل عوض المخرج عمل لي شنب. حسيت ان مش انا خالص. هو اكون واقع في التصوير. لا لا لا، عمل لي دقن. دقن وشنب. حسيت ان مش انا خالص. لا ما لا بس جمال هاني في وشه. ما حبيتش الطعم والضحكه الحلوه دي. ربنا يخليك. مش اي حد. لا والله يا فيفي، ما حسيتش يعني تخيل الضحكه دي بشنب بقى تبقى ازاي. لا, لا لا لا، انا شايفه ان ظاهره شعبان عبد الرحيم ظاهره صحيه جدا. ليه؟ اللي الذهب اللي بيلبسه والاكسسوار يعني ملوش دعوه بحد. ده شاري دماغه
ومالوش دعوه باي حد. والله بصي بقى، هو شعبان فعلا عبد الرحيم ربنا يمسيه بالخير يا رب، يعني هو ما حدش يقدر يعني ما يشوفوش ما يضحكش، يعني انا بقول هو دمه خفيف كمان. آه طبعًا. انت قعدت معاه يعني ولا لا؟ قعدت معاه طبعا، دمه خفيف جدا. يعني هو على سجيته كده فعلا، مش انا عارف. انا عارف والله، بس يعني انا بس نفسي كان يعني بمنتهى الصراحه ان تتحط المسميات صح. يعني انا ما اقدرش اقول على شعبان عبد الرحيم مطرب، لا تقول يعني هل على شعبان عبد الرحيم يبقى معاه كارنيه في النقابه مطرب زيه زي عبد الحليم حافظ مثلا؟ يعني هل ده ممكن يكون صح؟ ما هو بيني وبينك لا، مصنفينه من ال لا يعني، لكن ممكن يكون من الوجست. لا هو برضه مش الشعبيات يعني. انا مثلا ما اقدرش اقارن شعبان عبد الرحيم بمحمد رشدي مثلا، ما اقدرش اقارنه بمحمد العزبي. طب الناس دي فين؟ انا عارف موجودين يعني. ما هو برضه مشكله، الواحد برضه بيقعد يتكلم مع نفسه ان الناس دي طب فين. ما هو طبعا يعني لا موجودين، يمكن ما لهمش اغاني جديده بقى لهم فتره، لكن ليه؟ اكيد طب ليه فنهم موجود برضه؟ ما هو ده فنهم موجود. وبعدين يعني انا عايز اقول حاجه، يعني انا النهارده ليه ما سميش صح؟ يعني هل هو عيب ان شعبان عبد الرحيم يبقى من اللوجيست؟ هل هو عيب؟ ما بيضحك الناس صحيح. لا مش عيب، مش عيب. واغنيته انه يبقى ناجح، اغاني خفيفه كمان، مونولوجيست ناجح. هو اساسا ما فيش اغاني خالص، هو في كلمتين وخلصنا. هو ما فيش اغاني خالص، هو ما فيش حاجه ابدا من الاساس. يعني ليه والله صحيح، ليه نظلم مثلا المطربين الشعبيين؟ مطرب ايه؟ كلمتين ولما يتزني يقول لك ايه؟ هاني شاكري يقول لمين سلام مربع؟ لكل فنان محترم، كل فنان جيد، كل فنان مجتهد اقول له سلام مربع. انا بقول اجدع سلام مربع لهاني شاكر اللي نورنا. وما عندكش فكره قد ايه اللقاء ممتع معاك، والوقت جري بسرعه ما حسيناش بيه. انا عايز اقول ان انا كمان سعادتي كبيره والله بجد بلقائي معاكي، وبخفه دمك، وبالوقت اللي عدى انا ما حسيتش الوقت عدى قد ايه. ربنا وبجد بجد انت مكسب للشاشه يا رب يخليك والله يا فيفا يا ربنا والله العظيم بطل الرقص خلاص. لا خلاص ما كسبناكي كده.